مساءكم بالخير والمسرات متابعينا ومستمعينا الكرام إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة وانطلاقة جديدة انطلاقة شوطنا 17 الخاص بالجذاع الابكار مع هذه التحديات في ختامي الوثبة لعام 2022. ننطلق بانطلاقة هذه الأسماء ونندفع بصدارة هذا الشوط حيث أجد هملوله على المركز الأول تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي هو اللي تابعها في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني أجد وأتابع في هذه اللحظات انطلاقتي هنالك أسرار هجن العاصفة وغياث الهلال متابعا ومضمرا لهذه الانطلاقة، بينما المركز الثالث شعار هجن الرئاسة يتحرك مع الوثبة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا ومضمرا لانطلاقة الوثبة على المركز الثالث. المركز الرابع الكورة هي القادمة شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يتابع هذه التحركات وهذه الانطلاقة على رابع التحديات. المركز الخامس أتابع القادمة في هذه اللحظات أسل بشعار هجن الشحانية جار الله بن طالب بن عقيل من يتابع هذا التحرك وهذا الانطلاق على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية. والمركز السادس هناك أتابع القادمة والمنطلقة حربة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي هو من يتابع لنا حربة بهذه الانطلاقة وبهذه الاندفاعة على مستوى سادس التحديات. المركز السابع شقرة شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بن العرطي الحميري هو اللي تابعها على مستوى سابع هذه التحديات. والمركز الثامن أشوف الهجوم والانطلاق من هملولة بشعار هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. والمركز التاسع التي تجاوزت في هذه اللحظات أتابع انطلاقتي وحضوري في هذه اللحظات شعار هجن الرئاسة يتقدم مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري هو القادم في هذه اللحظات. المركز العاشر ختام هذا النداء انطلاقة شديدة بشعار هجني سيح السلم وسعيد بن سالم بالمر هو من يتابع هذا التحرك وهذا الانطلاق. هذه النتيجة وهذه المراكز العشرة الأولى الحاضرة في قائمة النداء الأول للأسماء المتقدمة بهذا التحدي ومع هذا الانطلاق. أعود من جديد إلى مقدمة هذا الشوط إلى صدارة هذا الشوط لأجد وأتابع وأراقب هذه الانطلاقة انطلاقتي وحضور أسرار هجن العاصفة على المركز الأول وغياث الهلال ومن يسيطر في عمليات التدريب والتضمير منطلقا بشعار هجن العاصفة وحاضرا بحضور أسرار في هذا الشوط وانطلاقاته على المركز الأول منذ البداية تسيطر وتتربع على عرش الصدارة. بينما المركز الثاني أتابع القادمة أسل بشعار هجن الشحانية وهناك جار الله بن طالب بن عقيل هو اللي تابعها على المركز الثاني. المركز الثالث والمركز الرابع بدأ الهجوم من شعارات هجن الرئاسة مع الظافر ومع العملاق في هذه الانطلاقات وبهذه الاندفاعات مع الوثبة ومع هملوله على المركزين الثاني والثالث يتجاوز في هذه اللحظات. نعم بينما أتابع انطلاقة المركز الخامس تقدمت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري يتدخل مع لوحة الاثنين كيلو مترات هناك على انطلاقتي شعاره واندفاعته وتجاوزي إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. بينما المركز السادس في هذه الأثناء أتابع انطلاقتي وحضور
شقرة في هذه اللحظات تصل وتنطلق على مستوى سادس هذه التحديات. يا سلام على هذه الانطلاقة، شقرة هي القادمة في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي، هو اللي تابعها في هذا التحدي مع هذه الانطلاقة الكبيرة هناك في هذه اللحظات على المركز السادس. المركز السابع تقترب ايضا يجنو الرياسة مع هملولة اخرى في هذا الشوط ومع الظافر بالتحديد في عملية التدريب والتضمير. هجن ساح السلم قادمة هناك بانطلاقتي شديدة وسعيد بسالم بالمرة. هذه الاسماء، هذه النتيجة، العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى صدارة الشوط، الى هناك شعار هجن العاصمة مع الالف ومئتين متر الاخيرة واسرار على المقدمة، اسرار على صدارة الشوط، تنطلق وتندفع بشعار هجن العاصمة وغيات. الهلالي ما زال يسيطر على المركز الاول حتى الكيلومتر الاخير. هجن الرياسة قادمة على المركز الثاني مع الشاهينية وراشد بن محمد بن سم المنصوري ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات هناك تابع انطلاقتي وحضور شعارات هجن الرياسة، ولكن شوف التحدي، شوف الانطلاقة، شوف الإثارة ما بين هجن العاصفة وما بين هجن الرياسة، أسرار والشاينية، الشاينية وأسرار، ولكن غيرت هجن الرياسة إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى الانطلاق الأول هجن الرياسة، ولكن أسرار ما باحت بكامل الأسرار تتقدم شعار هجن العاصفة، ولكن خلاص راح المستحيل، راح بوذياب راشد بن محمد بن سم المنصوري بانطلاقة الشاينية وحضورها على المركز الأول بشعار هجن الرياسة. مشكور يا المستحيل، مشكور بهذا الانطلاق، بهذا التحرك وبهذه الاندفاع. تارينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز وعلى الانتصار الجميل. المركز الثاني كانت أسرار بشعار هجن العاصمة مع غياث. الهلال المركز الثالث كانت هملولة بشعار هجن الرياسة هناك مع الظافر. المركز الرابع والمركز الخامس كان دخول بشعارات هجن الرياسة ما بين العملاق وما بين المجازف على المركزين الرابع والخامس. تهانينا وناموس للجميع، والعودة إلى انطلاقة الشاهينية بشعار هجن الرئاسة. هناك راشد بن محمد بن سم المنصوري حضر وخطف ناموس هذا الشوط بانطلاق جميل وبتحركات مميزة، لحظات التوقيت الزمني، لحظات الانطلاق الجميل، الوصول في هذه اللحظات، لحظات وصول الشاهينية خاطفة لناموس شوطنا الماضي. تهانينا وناموس لهجن الرئاسة، وتهانينا لك يا المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. التوقيت الزمني، لحظة الوصول، لحظة الانطلاق في هذه اللحظات نتابع نحن وإياكم يا من تتابعون عبر قنوات ياس. التوقيت الزمني للمركز الأول، نتابع التوقيت الزمني هناك للمركز الأول في هذه اللحظات. تسع دقائق ثانيتين أربع أجزاء من الثانية كان توقيت الشاهينية بشعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن حمد السم المنصوري. والمركز الثاني تسع دقائق ثانيتين خمس أجزاء من الثانية كانت أسرار بشعار هجن العاصمة مع غياث. الهلالي والمركز الثالث 9 دقائق 5 ثواني جزئين 2 من الثانية.